اليوم بدعوة من اتحاد جمعية بلا حدود كنحضروا لهذه الندوة حول موضوع ديال العفو. يمكن يبان في هذا الظرف هذا بأنه هذا الموضوع تنوي، لا أنا كنقول بأن هذا موضوع أساسي. علاش؟ لأنه بالنظر للأوضاع الدولية اللي هي كتعرف واحد التغيرات كبيرة، واللي أكبر تحدي فيها هو تحدي ديال الحرية، مزيان تكلموا على العفو. ثم أن المغرب اليوم كيترأس المجلس يعني ديال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وهذه المسؤولية عندها تبعات. المغرب عنده التزامات وخصو يبين، ماشي غير يحسن الصورة ديالو، ولكن ياخذ مبادرات اللي هي قوية باتجاه إحقاق الحقوق، الدفاع عن الحقوق وعن الحريات، وباتجاه الإنهاء مع الظاهرة ديال الاعتقال السياسي. هنا بغينا نفهموا شنو هو الفرق ما بين يعني العفو اللي بحال في الدستور المغربي في المادة 58 كيتكلم بأن هذا حق ديال الملك، الملك هو الذي يمارس الحق ديال العفو. فوقاش كيفاش؟ يعني بالنظر لظروف يا إما إنسانية أو سياسية أو اجتماعية، ويمكن يهم شخص أو مجموعة ديال الأشخاص، ولكن هاد الناس ملي كيتم تقليص من الزمن ديال العقوبة ديالهم راه السجل العدلي ديالهم كتبقى مكتوبة فيه الجريمة. حنا كنتكلموا أيضا على العفو العام أو الشامل، واللي بصدده حنا كحزب شراكي موحد تقدمنا مشروع قانون، لأن هذا كيتمارس مشروع قانون أو مرسوم. هاد العفو الشامل ماذا يعني؟ أنه كيتم على أساسه يعني العفو على الناس، وكيتم حالهم داك السجل العدلي بحال عمر هذيك الجريمة. هادشي كيدار بخصوص يعني معارضين سياسيين مثلا واحد المجموعة، أو بخصوص صحفيين أو كذا، كتكون مجموعة اللي كتمشي. مازال ما عندناش حنا هذا في المغرب كيمارسوا البرلمان، إذا حنا عندنا غير العفو. علاش اليوم كنقول بأنه هذه المسألة عندها أبعاد كثيرة، أبعاد كثيرة اللي طلبوا مني الإخوة هو أنه نتكلموا على الأبعاد الحقوقية والأبعاد السياسية. أنا كنقول اليوم بالنظر للتحديات اللي هي أمامنا، إحنا بحاجة إلى تصفية الأجواء داخل بلادنا، نحن بحاجة إلى إعادة بناء الثقة، نبنيو الثقة بين المواطنين والمواطنات وهذا المجتمع وهذه الدولة. لانه كتشوف حتى العزوف السياسي، كتشوف بزاف الحوايج، كتشوف فساد، الناس كيسمعوا 40 برلماني في الحبس، داكشي يعني كيقول لك اش كاين، كيشوفوا الغلاء. ولهذا نحن بحاجه الى اعاده بناء الثقه باش يمكن لنا نوفروا الشروط ديال تعاقد مجتمعي جديد. هاد الشروط ما يمكنها تبنى الا على مصالحه، والهدف اللي كنعرفوا من العفو هو تقرب من المصالحه. حنا اللي بغينا اليوم هو انه المغرب يمشي باتجاه العفو، باتجاه إحقاق الحقوق، باتجاه مصالحة حقيقية، وليس فقط تلميع الصورة، لأنه اليوم كيترأس المجلس ديال حقوق الإنسان على مستوى لدى الأمم المتحدة. بغينا أن هذا الشيء ماشي يكون غير يعني غير إشارات طفيفة. ملي شفنا العفو على يعني الصحفيين عمر رادي وغيرهم، ويعني وبعض المثقفين وهذا، قلنا ربما هذه مبادرة يجب أن نتابعها، يمكن ستتليها أمور أخرى، علما بأنه في الوقت اللي كان تم الإعلان على العفو الملكي كلنا كنتظروا بأنه سيشمل الشباب ديال الحراك الشعبي ديال الريف، لأن ما يمكنش وجميع ونهيو مع ظاهرة الاعتقال السياسي. المغرب ماشي محتاج يلمع الصورة ديالو، المغرب محتاج إلى إصلاحات عميقة باش يدخل برجليه بجوج في بناء دولة الحق والقانون، الدولة الديمقراطية. لأننا حنا كنعرفوا العفو فوقاش كيدار؟ أعياد وكذا، كدار لوائح وكذا، هاد اللوائح كتقدم للملك ديال البلاد، كاين اللي كيقولوا له واش بغيتي تخرج في العيد الصغير ولا العيد الكبير، كل حاجة عندها الطريف، هادشي راه فيه رشوة فيه الفساد. إذا حنا ما خصناش هادشي، ماشي هذا هو العفو اللي بغينا. حنا بغينا عفو حقيقي اللي غادي يعزز الحقوق والحريات في بلادنا، اللي غادي يجعلنا قادرين باش نديروا قطائع مع بعض الممارسات، ويجعلنا قادرين معاه نديروا خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد، باش يمكن لنا نبنيو دولة الحق والقانون، الدولة الديمقراطية اللي غادي تحمى فيها جميع الحقوق، اللي نكونوا فيها كاملين متساوون أمام القضاء. إذا مسألة العفو راه في صلب بناء الدولة الديمقراطية، في صلب بناء دولة الحق والقانون، في صلب إنصاف المغاربة، لأن كاين هناك ظلم، باش يمكن لنا غدا بالفعل يكون عندنا قضاء نزيه ومستقل، وأننا نحلموا بمحاكمة عادلة. وبمناسبة غادي يحضر معنا النقيب السيد عبد الرحيم الجمعي اللي كتب واحد الكتاب مهم حول المحاكمة العادلة، مزيان أنه المغاربة
يطلعوا عليه. تأينا كاتحاد جمعيات بلا حدود أننا نكونوا سباقين لتناول الموضوع ديال العفو الملكي وأدواره الدستورية في تحقيق الإدماج والتنمية بالنقاش والتحليل، خاصة أننا لاحظنا كاتحاد أن هذا الموضوع بالرغم من الأهمية دياله، بالرغم من أن العائلات والأسر والمعتقلين كينتظروا في نهاية كل عيد وطني وعيد ديني كينتظروا العفو ديال صاحب الجلالة لهم بناء على الطلبات اللي كيتقدموا بها، وبالتالي أننا كنخرجوهم من براثين السجون كنرجعوهم للحياة العادية. هاد السجناء اللي عوض ما يبقوا موسومين، عوض ما يبقوا عرضة للعصابات تستغلهم، عوض ما يبقى عندهم ذاك الخوف في اندماج في المجتمع، الخوف من المؤسسات. إذا هاد الشريحة هذه الناس اللي هما أفراد، ما نبقاوش نقولوا سجناء، هادو أفراد يجب إعادتهم للمجتمع، إعادتهم باش يشكلوا واحد جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، نعطيهم فرصة ديال تحسين الدخل ديالهم، نعطيهم فرصة الولوج الأنشطة ديال العمل، وبالتالي تكون مديرة للدخل، يحسنوا من الوضع ديالهم، يساهموا في اقتصاد بلادهم، يدخلوا في مسلسل التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، هادشي كله العفو الملكي يقدمه خدمة لهاد الناس، وكذلك هو أداة أساسية يشكل المشهد السياسي ويعيد مشاعر الثقة والتوازن ما بين الدولة والمجتمع. إذا حنا حاولنا من خلال مجموعة ديال المتدخلين اللي سهرنا أنهم يكونوا مختلفين ما بين يساريين إسلاميين حقوقيين، مجموعة ديال المتدخلين نبيل المنيب سيد نقيب الجامعي، الأستاذة عائشة القلاع، الأستاذ رفيقي، مجموعة ديال المحاور من خلال الندوة اللي غتحضروا لها غتبان لكم أننا قدمنا طبقا دسما للباحثين والحقوقيين بخصوص هذا الموضوع الذي يطاله الذي لا يلقى حقه الكافي والواجب من خلال تحليل النقاش.